أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والداي ووالد والداي وإخوتي وأخواتي وجيراني وأصدقائي ومن قلدني الدعاء أو الزيارة ونيابة عن صاحب العصر والزمان طاعة قربة إلى الله تعالى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الفرد الصمد الماجد الأحد المتفضل المنان المتطول الحنان الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي بإحسانه ولم يجعلني عن زيارته ممنوعا ولا عن ذمته مدفوعا بل تطول ومنح. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح أمين الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي حجة الله. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموت. أشهد أنك قد أقمت الصلاة
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاد حتى استبيح حرمك وقتلت مظلوما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا بطل المسلمين يا مولاي، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا مولاي أنا موال لوليكم ومعاد لعدوكم، وأنا بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سئل وأمري لأمركم متبع. يا مولاي أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، وأتيتك فقيرا فأغنني. سيدي ومولاي أنت مولاي، حجة الله على الخلق أجمعين، آمنت بسركم وعلانيتكم وبظاهركم وباطنكم وأولكم وآخركم، وأشهد أنك التالي لكتاب الله وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لعن الله أمة ظلمتك وأمة قتلتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام على الحسين بن علي المظلوم الشهيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الذائر بحقك، أكرمته بكرامتك
وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وأكرمته بطيب الولادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقال توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك الدم واستبيح حريمه اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما سيدي أبا عبد الله مولاي ها نحن مشتاقون إلى زيارة قبرك ونحن يا سيدي يا أبا عبد الله قد جرعتنا الويلات الغصص والمحن مولاي يا أبا عبد الله قبرك هو الملاذ قبرك يا هو الشفاء قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله عوض الحسين عن قتلته إذ جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته وقال ابن العرندس حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد سواه ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يا الله بالوصول يجاب بها الداعي إذا مسه ضر وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر وأنتم في بيوتكم سلموا على الحسين فهو يسمع سلامكم ويرد كلامكم إن شاء الله سلموا على الحسين بقلوب يملأها الحزن والجوى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. إذا شئت النجاة فزور حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فحاشا أن تمس النار جسما عليه غبار زوار حسين أن الخلايق ما تفارقني ولا ساعة تبغي الجزا من الله ومن مكسور الأضلاع تربي جعل الله شفا من جميع لو جاع لا وين يا زوار قالوا الغاضرية لا وين يا زوار قالوا أرض الطفوف نزور الذي ظلا وبلي روس وشفوف وحسين مرمي والعوادي فوقه الطوف وشاله وبراسه وظلت الجثة رمية ولا ملاك ولا نبي إلا أجاني دون الأراضي أبو علي خصني وحباني تعنى لي الزوار من أقصى أداني لا وين يا زوار قالوا الغاضرية يا كربلاء نلت الفخار دون الأراضين يا كربلاء يا غاضري نلت الفخر من ذبحة حسين يا كربلاء تعنى لك الزوار من كل البلادين لا وين يا زوار قالوا الغاضرية مشتاقين إلى زيارة الحسين كلنا هذه الليلة ربما البعض يوفق في هذه الليلة أو في ليلة القادر التي مضت أن يدعو عند قبة الحسين وفي العيد يصلي عند الحسين لكن السنة غير ويلي أحسن كلنا نعتني الكربلا نزور بس ما نوصلكم
عرش القبور نوصل الحاير بالحنين ولطام الصدور ونحوم مثل الجلاب لفارق حمية ونشوف عد رجلاك آك علي حسين مدفون وتهيج زفرتنا وقرح ماي العيون نتذكر وقوفك على بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابنك طعت بي وبكي الفريضة تروح روح للحيار الشيعة أبو علي ومن ما أشهدك نطلع ونقصد لا الشريعة نزور القمر الأزهار أبو شفوف القطيعة شيا البركة وام أسور الهاشمية أزور علي الأكبر عليه السلام السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن خاتم النبي السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها المظلوم الشهيد بأبي أنت وأمي عشت سعيدا وقتلت مظلوما شهيدا أزور الشهداء السعداء السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار بأبي أنتم وأمي فزتم فوزا عظيما أزور أبا الفضل العباس عليه السلام السلام عليك أيها العبد الصالح والصديق المواسي أشهد أنك آمنت بالله ونصرت ابن رسول الله ودعوت إلى سبيل الله ووازيت بنفسك فعليك من الله أفضل التحية والسلام بأبي أنت وأمي يا ناصر دين الله السلام عليك يا ناصر الحسين الصديق السلام عليك يا ناصر الحسين الشهيد السلام عليك وعليك مني السلام ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا الفاضل هذه أختك زينب هذا العيد يمر عليها وليس معها أبوها علي كأني بزينب في مثل هذه الليالي والعيد مقبل علي صيح
أحلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالأنطير السعادة يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانت يا زين ويعذرني اللي فاقد أبو تقول وإحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا وصرنا بعد هيتام وافراحنا راحت وصار العيد بالشام باشر الناس معيدة وإحنا بعزية. تقول كنا بالأول من يمر عيد علينا نلبس ثياب العيد ونبشر لأبونا وهالعيد جانا وطاد عزنا فاقدينا وبعد تنكس علم عز الهاشمية. أويلي دارا ويعزوها علبوها وسكتوها ونشفا ودمعتها وإجت يم دار أبوها وصاحت بهم يا حسين هالدار اغلقوها مقدر عاينها خلية يا مسلمين. شو يقول الشاعر؟ يقول داروا يعزوها على أبوها وسكتوا ونشفوا دمعتها اجوا إليها الحسن والحسين وأبو فاضل نشفوا دمعتها ومسحوا على راسه وعزوا أو سلوها بأبوها لكن في يوم كربلاء ماذا تنادي تقول أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالساط كسر أضلعي. تقول واحد وقف على باب خيمة يوم العاشر بلسان الحال ايش قال؟ قال من الخيام زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها ولا من بجات بالسعن تضربوها ضربوها وشت مزجية وسبوا أبوها. تقول دورت 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 يا طلعت الولينا ودورت عريان بالحومة لقيت أنا قعد ايات يما وعاتبت عاتبت عاتبت شلون مثلك يعوف بيت. وأعظم ما يجي الغيور دخولها لدى مجلسين ما بارح اللهو والخمر يا الله إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبني فرج اللهم عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي واجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يا أبا عبد الله وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. والفاتحة إلى أرواح المؤسسين والمشاهدين. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.